أصدر الرئيس اليوناني مرسوما بحل البرلمان بناء على طلب من رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في 7 يوليو تموز المقبل. وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في أكتوبر تشرين الأول، إلا أن تسيبراس بدأ الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة في نهاية شهر مايو أيار الماضي، وذلك بعد خسارة حزبه سيريزا أمام حزب المعارضة الديمقراطية الجديدة في البرلمان الأوروبي. وذكر رئيس الوزراء اليوناني أن الانتظار لحين إجراء الانتخابات في موعدها تعد فترة طويلة من شأنها تهديد اقتصاد البلاد.